الاختلاء الخاطب بالمخطوبة ولو للنصح في الدين والإرشاد إلى بعض الأمور التي تخص الطرفين محظورة، وإذا كان ذلك فكيف يكون العمل جزاكم الله خيرا، ولا سيما والطرفان يرغبان في التنافح؟ وجهنا وفقكم الله وكتب لكم الأجر والثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإلا مجرد الخطبة للمرأة لا يبيح له أن يخلو بها لأنها لا تجعل أجنبية منه، ولكن الشارع الحكيم رخص له في أن ينظر إليها بحضرة أحد محارمها من غير خلوة بها، رخص له أن ينظر ما يدعوه إلى تزوجها أو يدعوه إلى تركها، كالنظر إلى وجهها مثلا كفيها، ولكن ذلك يكون من غير خلوة بها لأنها لا تزال أجنبية منه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة والدخول على النساء من غير وجود لا يزيل الخلوة في المرأة، قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل من المرأة إلا وثالثهما الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وقال إياكم والدخول على النساء. قال: يا رسول الله، رأيت الحمل؟ قال: الحمل موت قريب الزوج، خطر واشد، لا يجوز له أن يدخل على امرأة أخيه من غير وجود ما تزول به الخلوة. وهذا يشمل الخاطب من باب أولى، لأنه أجنبي منها، وإذا أراد مناصحتها أو المفاهمة معها فليكن ذلك بحضرة محرمها من أبيها أو أخيها أو وليها. وإذا كان الأمر سريا أو لا يحب منه، فبإمكانه أن يكتب لها كتابة أو يكلمها بواسطة الهاتف التلفوني من غير خلوة. جزاكم الله خيرا. شفت، نحن لابد لفضيلتكم من تعليق حول تساهل الناس في هذه المواضيع. تساهل الناس في هذه المواضيع لا يجوز، لا يجوز أن الخاطب يخلو بالمخطوبة أو يسافر بها كما يفعل بعض المجتمعات غير المنتجلة، كل هذا يدعو إلى الخطر ويوقع في الفاحشة، وهذا مخالفة لآداب الإسلام ولأحكام الإسلام، لأن المخطوبة لا تزال أجنبية ومحرمة على خاطبها حتى يأخذ عليها العقد الشرعي الذي يبيحها له، ومجرد الخطبة هذه ليست عقدا ولا تبيح له شيئا إلا حرم الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له أن يخلو بها ولا يجوز له أن يسافر بها. وإن تساهل في هذا كثير من المجتمعات التي لا تلتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى أو تجري مع العادات السيئة، وحتى لو سمح وليها أو سمح قريبها فليس له الحق في هذا، هذا حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يسمح به ويسمح بما حرم الله، كما أنه لا يجوز لأحد أن يمنع ما أحل الله، كذلك لا يجوز لأحد أن يحل ما حرم الله. ولو كانت عادة الناس هكذا أو عادة المجتمع هكذا، كل عادة وكل عرف يخالف الشرع فإنه مرفوض ومردود، ويجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.